الشعب العراقي غير مقتنع بهذه الطبقة السياسية، الشعب العراقي غير مقتنع بنظام المحاصصة، وهذه هي نفس أفكار وإرادة السيد مقتدى صدر. ماذا يريد مقتدى صدر؟ تمام. إذا ذهبنا لعملية الإصلاح التي ينادي بها السيد مقتدى صدر، كلما رفع راية الإصلاح كلما هددوه بأنك سوف تضرب المكون الشيعي والمكون الأكبر، وسوف تهدد المنطقة الاستراتيجية للأمن القومي للدولة الجارة، وأنك سوف تفعل كذا وتسلط علينا. شيخ خليني اتداخل ويا حضرتك هنا تفضل. واعطيك الوقت. انا مقرر اليوم التيار صدري انطي الوقت، مو مشكله. راح يعني ايه اكو اتهامات للتيار الصدري للسيد مقتدى الصدر انه يريد تصفيه الاحزاب الشيعيه تماما، ويريد هو يكون يعني بدل ما هاي الاحزاب الشيعيه تصير هوايه يصير حزب واحد او حزبين بالكثير، من ضمنها التيار الصدري، والبقيه تروح لازم تبقى هكذا. اكو هكذا اتهامات، وبدليل هو انه يريد يقصي مثلا دوله القانون، يريد يقصي كذا. اكو هكذا اتهامات، اكو هكذا مشروع يقولون لي السيد مقتدى الصدر. تفضل اكمل. لا، مو بهذه. السيد مقتدى الصدر حينما يعني تناغم مع اراده الشعب واراده الشارع العراقي، لاحظنا ان كل خطوه يردفها بخطوه جماهيريه ضخمه، بحيث انه لا يطالب بشيء لم يؤيده الالاف المؤلفه من الجماهير، سواء قلتم ان هؤلاء الجماهير هم التيار الصدري ام قلتم لا ان معهم العشائر ومعهم التشارله ومعهم بعض القوى الوطنيه وبعض انويه الحشد الشعبي. بالنتيجه هناك طبقه كبيره جدا من الشارع العراقي تنسجم مع ما يطالب به السيد مقتدى الصدر، والسيد مقتدى الصدر صار ناطقا رسميا عن امال وتطلعات هؤلاء الناس.